مشاهدينا، وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار العقيد فيصل محسن العرجاني، مدير إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية، المنسق العام للانتخابات النيابية والبلدية. مرحبا بك سعادة العقيد في نشرة أخبار الثالثة. بالتأكيد وزارة الداخلية لها جهود كبيرة وجبارة تسبق طبعا العملية الانتخابية. حدثنا أكثر عن هذه الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية. شكرا في البداية على حسن الاستضافة، وأحب أمسي بالخير على أخواني وأخواتي المشاهدين والمستمعين. وزارة الداخلية لها تجربة سابقة في العملية الانتخابية منذ ثلاثينيات القرن الماضي أو سبعينيات القرن الماضي. شهدت مملكة البحرين المجلس الوطني اللي يشمل 30 مرشح و14 وزير في المجلس الحكومي. وبعد صدور الأمر الملكي لجلالة الملك المعظم لدعوة الجمهور في التصويت والانتخابات، قامت وزارة الداخلية واستعدت بتأمين المراكز الانتخابية التي تم تحديدها من قبل سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء. نعم، شكرا. قامت وزارة الداخلية سعادة العقيد بتمرين بكامل إداراتها وأقسامها، طبعا قامت بالمشاركة في هذا التمرين، نود الحديث أكثر عن طبيعة هذا التمرين. طبعا في يسبق هذا التمرين اجتماعات تحضيرية تقوم بها بإشراف سيدي معالي وزير الداخلية ومتابعة مستمرة من لدن سيدي سعادة رئيس الأمن العام. في فجر يوم السبت الماضي أقامت جميع أجهزة وزارة الداخلية تمرين أمني مشترك بالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني، وهو ضمان وصول صناديق الاقتراع إلى جميع المراكز الاقتراع والفرز وتأمين هذه المراكز لضمان. يهدف هذا التمرين لضمان وصول الناخبين والمرشحين إلى جميع المراكز الانتخابية بكل يسر وسهولة. نعم، تقومون بتأمين المقار الانتخابية، فما هي أبرز الجهود التي على ضوئها أو من خلالها يتم تأمين المقار؟ هناك خطة أمنية وضعت من قبل وزارة الداخلية للاستعداد لتأمين هذه المقار الانتخابية، ويسبق ذلك تدريب جميع الأفراد المشاركين في هذه العملية، وللدفاع المدني أيضا دورا بارزا في هذه العملية، وهو الكشف على جميع المقار الانتخابية وتحديد مخارج الطوارئ وأيضا الكشف على الدخان وتدريب العاملين على هذه المراكز لاستخدام كيفية استخدام طفايات الحريق، أيضا في تدريب الأفراد رجال الأمن على الإسعافات الأولية. نعم، في جميع المراكز اللي موجودة. وأيضا الأكاديمية الملكية للشرطة لها دور بارز في عمل الدورات التدريبية لجميع المشاركين في هذه العملية. نعم، أختم معك بهذا السؤال سعادة العقيد، ما هي أبرز النصائح والإرشادات التي يمكن أن يتم تقديمها اليوم الاقتراع للناخبين؟ طبعا أختي الفاضلة، نص دستور مملكة البحرين على حق التصويت والترشح للرجال أو للنساء في الدستور مملكة البحرين. نعم، وهذا هو واجب وطني، ندعو جميع المواطنين للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وأيضا استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. نعم، شكرا جزيلا. العقيد فيصل محسن العرجاني، مدير إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية، المنسق العام للانتخابات النيابية والبلدية، شكرا جزيلا لك. شكرا.